على بركة الله نفتتح جلسات مؤتمرنا الموسوم المؤتمر العلمي الثالث الذي يقيمه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين والموسوم الحركات العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث. الجلسة الأولى التي تحمل عنوان المؤسسات الشرعية والدينية وصلتها بالحالتين العلمية والفكرية والصلات العلمية والفكرية بين العراق والحواضر الإسلامية والعربية. سيقوم الأساتذة بإلقاء ملخصاتهم، وعلى التسلسل الدكتور يحيى صالح الطائي من جامعة بارتن في تركيا، ويكون عنوان بحثه قضاة ومفتو الفرات الأوسط في القرن الرابع الهجري. الباحث الثاني هو الدكتور ناصر خليفة خلف الفهداوي، وعنوان بحثه مؤسسة الإفتاء في العراق في القرن الرابع عشر الهجري، تأسيسها وأعلامها ونهايتها. البحث الثالث هو للدكتور منير القشتي باحث في تركيا، عنوان بحثه أثر علامة العراق أبي الثناء الآلوسي في الأتراك مع ترجمة ودراسة سهيل صابان عنه. الباحث الرابع محمد الكوراني، وعنوان بحثه العلماء العراقيون في الحجاز في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. الباحث الخامس هو الأستاذ سليم بن صالح الحكيمي باحث من تونس، عنوان بحثه الشيخ عبد العزيز الثعالبي وأثره العلمي والفكري في العراق. والباحث السادس هو الدكتور وائل علي محمد السيد من جامعة عين شمس القاهرة مصر، وعنوان بحثه المجتمع العراقي في كتاب ليلى المريضة في العراق للدكتور زكي مبارك. وبحثنا السابع سيكون للدكتور ريبوار عبد الله خطاب الشواني من جامعة سوران في أربيل، عنوان بحثه الشيخ عبد الله البيتوشي وجهوده العلمية في الإحساء والبصرة. الآن سيتقدم الباحث الأول الدكتور يحيى الطائي لإلقاء ملخص بحثه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، موضوع البحث هي قضاة ومفتو الفرات الأوسط في القرن الرابع الهجري. أهمية البحث تكمن في أن هذه الفترة التاريخية كانت فترة اضطرابات كثيرة، لكن مع ذلك كانت السلطة القضائية تتمتع باحترام وتقدير الشعب العراقي في ذلك الوقت، فكان سلطان القضاء سلطانا قويا رغم ضعف الدولة المركزية بسبب الاضطرابات التي كانت تجري في هذه منطقة الفرات الأوسط بالذات، حيث كانت هناك حركة كثيرة للقبائل. حتى نحدد، طبعا البحث ضمن يعني مواضيع كثيرة لا أريد أن أطيل في هذا الباب، حتى نحدد منطقة الفرات الأوسط. فرات الأوسط هي جزء من ولاية بغداد، فتشمل سناجق، كان سنجق الحلة وسنجق كربلاء. سنجق الحلة كان يشمل الشامية ويشمل الناصرية ويشمل يعني بعض الولايات الأخرى، وسنجق كربلاء كان يضم أيضا النجف والهندية وباقي المحافظات القرى والنواحي التي سنأتي على ذكرها. هناك محطات تاريخية مهمة في القضاء. في عام 1869 أبان عهد السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني أصدرت مجلة الأحكام العدلية، وهي مدونة لأحكام الفقه الإسلامي الحنيف، بلغت موادها 1851 مادة. قبل معجلة الأحكام العدلية كان مصدر يعني القضاة والمفتون هي الكتب الفقهية لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. في عام 1876 صدرت الإرادة السنية بالعمل بمواد المجلة في 26 شعبان،
وكانت المحاكم تسجل أعمالها في دفاتر وسجلات تسمى السجل الشرعي. استمر تطبيق مجلة الأحكام العدلية في العراق حتى عام 1936 عندما أتى عبد الرزاق السنهوري ووضع القانون المدني العراقي. كما قلنا مرحلة منطقة بحثنا هي منطقة الفرات الأسود وتشمل مناطق جنوب بغداد وتشمل سناجق الحلة وكربلاء وتتبع لهما الديوانية والنجف وواسط والناصرية. المرحلة الزمنية لهذه البحث حقيقة لم تستوفي القرن الرابع الهجري كله. لماذا؟ لأنه من عام 1925 صدر قرار بإلغاء القضاء الشرعي في وزارة عبد المحسن السعدون التي تشكلت في 26 حزيران 1925 حين شغل ناجي السويدي وزارة العدلية. في عهد الوالي ناظم باشا عام 1909 صدر أمر من الحكومة بتعيين يعني مفتون لكل هذه الألوية والأقضية والنواحي أيضا تعيين مدرسين، فتشكلت هيئة شرعية في مقر المحكمة الشرعية برئاسة قاضي بغداد عاصم بيق وعضوية الشيخ عبد الرحمن القرداغي وسعيد أفندي النقشبندي والشيخ غلام رسول الهندي والشيخ عبد الوهاب النائب والسيد يحيى الوتري والشيخ علي أفندي الخوجة أمين الفتوى والشيخ يوسف عطا مدرس المدرسة القادرية. هذه حقيقة محطات كانت مهمة. كانت دائرة شيخ الإسلام في إسطنبول هي التي تشرف على المحاكم الشرعية في ولاية بغداد وتصادق على الأحكام التمييزية يعني، والتي تصدرها المحاكم الشرعية في مركز الولاية. لكن في مراكز السناجق كانت أين تستأنف؟ في مركز ولاية بغداد، والأقضية في مركز السنجق، وهكذا يعني بهذا الترتيب التصاعدي: ناحية، قضاء، سنجق، ثم ولاية. في عام 1864 صدر نظام الولاية الذي كان تنص على تشكيل مؤسسات قضائية مدنية. كما تعلمون في هذه الفترة حصل نوع من الحراك في إسطنبول وبدأت هناك حركات يعني تدعو إلى التحرر وغيرها. ففي هذا العام 1864 أنشئ بالإضافة إلى القضاء الشرعي مؤسسة القضاء المدني. في عام 1916 نقل الإشراف على المحاكم الشرعية إلى دائرة شيخ الإسلام والنظارة العدلية بعد ذلك في بغداد. طبعا كانت المحاكم الشرعية ليس لها اختصاص مكاني، يعني ممكن لأي إنسان عندما تحصل مشكلة أو قضية يعني يذهب إلى أي محكمة شرعية دون النظر أنه وقعت الحادثة في هذا المكان أو في مكان آخر، يعني لا يوجد اختصاص زماني للمحاكم في ذلك الوقت. كانت عملية تعيين القضاة تأتي بالترشيح من يعني خاصة قاضي بغداد أو حاكم بغداد كما يعني هو يسمى أصلا قاضي بغداد. كانت دار الشيخ الإسلام هي من تقوم بترشيح المؤهلين إلى القصر السلطاني، ثم بعد ذلك القصر السلطاني هو الذي يصدر فرمانا بتعيينه. عمل القاضي مباشرة أن يعني يقوم القاضي بعد تعيينه يعين نائبا له ليقوم بمساعدته بالنظر في الدعاوى التي يحيلها إليه. وجرت العادة أن يفتتح القاضي فور التحاقه بعمله سجل الدعاوى وسجل الحجج الشرعية ويحرر في أول صفحة فيها بخطه ما يفيد ببدء شروعه في إداء واجبه مبينا أهمية هذا الواجب وضرورة الحكم بالعدل. طبعا نظام ترتيب المحاكم يرأس كل محكمة شرعية في هذه المحاكم قاضي ونائب له، وأيضا يكون هناك باش كاتب وهو رئيس الموظفين، وهناك كاتبا للوارد وكاتبا للضبط وكاتبا للنفقات وكاتبا للقسام الشرعية والتركة وثلاث موظفين للوكالات وكاتب للأذن نامة والدعوتية ومدير عام للأيتام يعمل بمعيته موظفان. نتيجة الاهتمام بالقضاء صدر نظام يخص الوضع القضائي في ترتيب تنظيم عمل القضاة ومدة يعني تحديد درجاتهم ومناصبهم والمدة التي يقضيها القاضي فيها، حيث لم يكن القاضي يسمح له أن يتجاوز مدته أكثر من سنتين ونصف. كان مفتي بغداد يعين بموجب فرمان سلطاني كما ذكرنا. في عام 1873 صدر نظام الحكام الشرعيين الذي بقي ساري المفعول حتى نهاية الحكم العثماني، وتطرق هذا النظام إلى تحديد درجات وأصناف القضاة وذكر طريقة الامتحان التي تجرى. ومما يذكر أن الشيخ أحمد الراوي رحمة الله عليه
عندما دخل الامتحان يقول عرضت علي أسئلة 10 أسئلة استارت الإجابة إلى غروب الشمس. تخيل يعني حجم الامتحان الذي كان يجرى لهؤلاء وعملية حقيقة. عندما دمجنا في بحثنا بين القضاء والإفتاء، لأن هناك تلازما كبيرا بين القضاء والإفتاء، فالقضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، أما الفتوى هي الإخبار بحكم الشرعي على وجه على غير وجه الإلزام. زائدا أن القضاة كانوا يراجعون المفتين في حل بعض القضايا الدينية والقانونية، وفي ذلك الحال يصبح حكم القاضي ملزما. يعني كيف؟ يعني أحيانا يأتي إنسان ربما من مذهب معين، في الغالب كان حكم القاضي يعني على مذهب الإمام أبو حنيفة، لكن عندما يكون هناك شخص من مذهب معين يذهب إلى مفتيه فيزوده بفتوى شرعية يعتمدها القاضي في سجله ويصادق عليها. طبعا هناك فرق بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم. الجهة الأولى يعني من جهتين الفرق، أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، والحكم إخبار ما له الإنشاء والإلزام أي التنفيذ والإمضاء لما كان قبل الحكم فتوى. الجهة الثانية أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا عكس، وذلك أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة، بل إنما تدخله الفتية فقط. أهم قضاة ومفتوء الفرات الأوسط، عندما أتي إلى سنجق الحلة كان هناك الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الوهاب الأدهمي والشيخ رؤوف جابر الطبقتشلي والشيخ محمد سعيد سلمان. حقيقة كل علم من هؤلاء الأعلام له ترجمة في البحث، لكن لا أريد أن أطيل، فقط أمر مرور الكرام على أسمائهم للتذكير بهم. والشيخ عبد الحق محمد سعيد سلمان نصر الجبوري وعبد الحق شبيب المهداوي وعبد الرؤوف رأفت طه السنوي، مصطفى نور الدين محمد أمين الواعظ، عبد المجيد بن طه بن الشيخ أحمد السنوي، عبد الوهاب المفتي، إسماعيل حق أفندي ابن العلامة مصطفى أفندي، معرف جاوك، يوسف سنان، إبراهيم أحمد ياسين. في المسيب كان الشيخ صالح بن السيد محمد الراوي والعلامة الشيخ السيد أحمد الراوي الذي ذكرناه قبل قليل. وفي قضاء الشامية كان محمد سعيد سلمان وحسين عوني ابن الملا عبد الله وسعيد أسعد ابن عبد الرزاق أفندي ابن عبد الوهاب. في الديوانية كان عبد المجيد السنوي، خليل إبراهيم، أحمد الملا ياسين، مصطفى نور الدين، خليل إبراهيم، محمد نافع، محمد صالح الملي، والشيخ أحمد محمد أمين. في الناصرية والتي كانت أيضا تسمى المنتفك، وأيضا كان في الشطرة أيضا هناك قضاة يعينون، منهم عبد الرؤوف رأفت وعبد الله إبراهيم وعبد الرحمن عبد الفتاح وأحمد فاز الذي ذكر في جلسة أمس، هذا القاضي العملاق الذي كان يجيد أكثر من 6 لغات، ومحمد سعيد بن العلامة الشيخ قاسم وعبد الوهاب المفتي ويوسف أفندي وخضر لطف القاضي والشيخ عبد الرزاق أفندي الراوي والشيخ عبد الرؤوف رأفت. وفي كربلاء كان أيضا عبد المجيد وعبد الوهاب وأمين محمد سعيد هداية الله الأربيلي، الإخوان من أربيل يعني حتى يعرفوا، وفؤاد بيك الدفتري وأحمد فاز وثابت نعمان خير الدين الآلوسي الذي ذكر أيضا في بحوث الأمس وعبد الرحمن الأدهمي وعبد المجيد بن يحيى وأحمد عبد الغني. وفي النجف كان ياسين أحمد الهيتي وطه بن الشيخ الشريف عبد الفتاح أفندي وثابت نعمان وحسين عوني ومحمد سعيد وعبد العزيز بن صالح الأحمد المطير. وفي الكود كان أيضا الشيخ أحمد فائز ويوسف أفندي وعبد الرؤوف وحسين ومحمد وشهاب الدين. وفي الكود أيضا في الكود كان وفي الحي وفي الصويرة وفي بدرة وفي جسان كلها كانت فيها قضاة شرعيين، منهم قاسم أفندي وحسين عوني والشيخ أحمد الراوي وعبد المجيد الهاشمي والشيخ محمد نافع بن علي صائب المصرف والشيخ العلامة علي بن الشيخ عبد الرحمن أفندي. هناك حقيقة يعني رواية جميلة ذكرها فضيلة الشيخ أحمد الراوي، يعني زاره المفتش العدلية في بغداد وسجل بعض الملاحظات، كان يظن أنه يعني هذه ملاحظات ضد قضاء الشيخ أحمد الراوي، فلما أجابه الشيخ أحمد الراوي إجابة وكانت إجابة مفحمة وفيها نوع من القسوة، يعني حب أنه ينال من الشيخ أحمد الراوي، فذهب هذا المفتش وهو لم يذكر اسمه في مذكراتي، فذهب إلى
قائم مقام الكوت في وقتها، وكان اسمه الحاج علي أفندي آل حسن شبوط. كانت الدولة العثمانية يعني فيها نص أنه أهل المنطقة إذا أرادوا قاضيا على مذهب معين ممكن أن يستبدل هذا القاضي. فيقول ذهب إلى القاضي فقال لهم: أنتم في قضاء في منطقة السوارة يوجد شيعة وكذا، لماذا لا تكتبون طلبا ونستبدل لكم بقاضي من الشيعة؟ يقول فأجابه الشيخ الحاج علي أفندي الحسن شبوط، قال: يا حضرة الأفندي، إننا لا نعتقد أن يأتينا قاضيا على الشيخ أحمد الراوي رحمة الله عليه قاضيا خير من هذا القاضي، لا من الجعفريين ولا من غيرهم، وإن عموم أهل اللواء داخلا وخارجا ممنونين من حكمه وسيرته، فنرجو أن تكف عن هذا الكلام وتودعنا بخير. هذا حقيقة يعطيك دليل واضح، أولا هناك نوع من الوعي والإدراك، يعني معناها أن العراقيين لم يعرفوا هذه الطائفية، جل القضاء كانوا على يعني مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ولم يجدوا غضاضة في ذلك، وكانوا كل الأحكام تعرض عليهم. زائدا هناك نوع من الحرية، بحيث يعني كما ذكرنا في بحثنا، عندما أنت لا تريد أن تفتي على هذا المذهب أو حكم على هذا المذهب، تأتي إلى من تستفتيه فيزودك بفتوى شرعية يعتمدها قاضي المحكمة. حقيقة أهم نتائج البحث أنه كانت للسلطة القضائية الهيبة في ظل اضطراب وعدم استقرار. يعني الآن نعم نعاني من اضطراب وعدم استقرار، لكن السلطة القضائية ليست لها تلك الهيبة كما السلطة القضائية في ذلك الوقت الهيبة، وكان مصدر الهيبة شخصية القاضي. مصدر الأحكام المطبقة في المحاكم الشرعية هو ما اشتملت عليه الكتب الفقهية ابتداء ولغاية صدور الإرادة السنية بعمل المواد المجلة مجلة الأحكام العدلية في 26 شعبان 1293 للهجرة، في 15 أيلول 1876. دائرة شيخ الإسلام أو المشيخ الإسلامي في اسطنبول كانت هي التي تشرف على المحاكم الشرعية في ولاية بغداد. دائرة شيخ الإسلام هي التي من تصادق على الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية في الولاية. تستأنف أحكام هذه المحاكم في أمام محاكم الأقضية، يعني محاكم الأقضية أمام محكمة الولاية ومحكمة الولاية عند المشيخة الإسلامية، وهكذا بهذا التدرج. في عام 1925 يعني عندما صدر قرار إلغاء القضاء الشرعي، ألغي القضاء الشرعي كما قلنا. حقيقة أهم التوصيات أنه هذه الفترة وكل علم من هذه الأعلام يحتاج إلى دراسة كبيرة. هذه المنطقة بالذات، منطقة الفرات الأوسط، في هذه الفترة كانت تعيش حالة من الاضطراب. مع ذلك يعني هذا البحث كان من أهم أهدافه هو كشف وتسليط الضوء على هذه الحقبة الزمنية المهمة، زائدا أنه تكشف لك مدى السلطان والهيبة لهذا القاضي. فأهم أهم التوصيات أنه يجب دراسة كل شخصية من الشخصيات التي ذكرت على حدة حتى توثق، وهذه مهمة للتاريخ. وجزاكم الله خيرا. نشكر الدكتور يحيى الطائي على هذا الملخص الشافي الوافي وعلى التزامه بالوقت. قبل الانتقال للباحث الثاني، القسم العلمي يطلب من الباحثين تسجيل توصياتهم بورقة وإرسالها إليهم لكي يتم تثبيتها في الجلسة الأخيرة إن شاء الله. الآن جاء دور الدكتور ناصر الفهداوي، فليتفضل لإلقاء بحثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثي يتعلق بالبحث الذي سبقني به أخي الدكتور يحيى الطائي، يتكلم عن مؤسسة الإفتاء في القرن الرابع عشر الهجري. وفضيلة الدكتور يحيى يتكلم عن قضية عن المفتي ونظامه في الفرات الأوسط، وتكلم وتطرق على نظام القضاء وهيكلية القضاء وإدارة القضاء في منطقة الفرات الأوسط. أنا أتكلم عن مؤسسة المفتي في القرن الرابع عشر الهجري مع ظروف التي مر بها العراق في نهاية حكم المماليك، في نهاية حكم داود باشا، ثم بعد ذلك قدوم علي رضا باشا اللاز الذي وجهت إليه الدولة العثمانية بأن يأتي إلى العراق ويخضع العراق إلى حكم وسلطة الدولة العثمانية،
التي كانت تتسم ما تتسم به في بعدها الزمني عن الخلافة العثمانية، التي بدأت بمؤسسة شيخ الإسلام الذي كان له التوقير والاحترام، وتقوم مؤسسة شيخ الإسلام على نظام المأسس العظيم، حيث كان لشيخ الإسلام المنصب الأول بعد صدر الأعظم، ثم بعد ذلك يعني تطور الأمر التاريخي، المراحل التاريخية لمنصب المفتي، وعفوا منصب الشيخ الإسلام باعتبار هو المفتي للصدر الأعظم، وهو المفتي للخلافة، وهو مفتي لمقر الأستانة، لمقر الولاية في إسلامبول في الأستانة، منصب الإفتاء ومؤسسة الإفتاء حالها حال بقية المؤسسات التي تعرضت إلى الاستهداف وفق المراحل التاريخية، حتى إذا وصلنا إلى مرحلة القرن الرابع عشر، وهي المرحلة التي يستهدفها البحث بالدراسة، وجدنا منصب المفتي عبارة عن منصب وظيفي هامشي تعرض عبر المراحل التاريخية إلى مرحلة الإضعاف والتهميش، حتى لا يكون عامل إزعاج إلى السلطات التي تتسم بالظلم والاستبداد، لأن المفتي إذا تطور أمره قد يصير إلى قائد شعبي مسلم يقود تيار جهادي يزعج السلطان الظالم المستبد، لأن المفتي لا يتقاضى، هكذا عرف من نظام مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية إلى منصب المفتي في العراق، يعني لم يكن يهيأ له استقلال مالي حتى يعني لا تكن مؤسسته مستقلة بالإيرادات المالية، حتى يعني يبقى عن عنصر المساومة، حتى لا يكون عامل إزعاج للسلطات الظالمة، وحتى لا يكون يعني يشكل تيارا شعبويا جهاديا مسلما يزعج السلطان الظالم، وقد يعني يضطره إلى تغيير نظامه في الحكم، كما سنرى في البحث عبد الغني آل جميل الذي يعني قاد تيارا جهاديا ضد علي باشا اللاز على الرغم من جبروته وجبروت رجاله، عندما اعتدى على امرأة شهبندر التجار وقد يعني اقتحموا بيتها واعتدوا عليها، ثم جاءت يعني تشتكي إليه الأمر. مؤسسة الإفتاء يضعها ابن خلدون بعد الولاية العامة، بعد الخليفة، ثم بعد ذلك تأتي مؤسسة القضاء، ولذلك يعني لأن الإفتاء المفتي هو مخبر عن الله، والقاضي هو منشئ للحكم، والقاضي هنا يعني تم تخصيص له المال حتى يعني يكون خاضعا لإرادة الحكم مهما كان صفته، لكن المفتي لا يخضع باعتبار ما يعني يمثله منصبه بأنه موقع عن رب العالمين، وأنه مفتن، وأنه يتكلم ومخبر عن الله تبارك وتعالى في الأحكام الشرعية. ولذلك يعني تم تغييب النظام المأسسي عن غالب الهياكل الإدارية في الدولة الإسلامية، بدءا من نظام الإفتاء، ثم نظام التعليم، ثم النظام المعرفي، ثم النظام يعني التربوي، ثم بعد ذلك وهكذا، وحتى عن مؤسسة الاجتهاد، وآخر يعني ما رأينا يعني كيف استهدفت يعني مؤسسة الاجتهاد، ما صورتها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يعني صورة متبقية ممكن أن تشكل يعني مؤسسة يعني للمجتهدين، لكنها يعني الآن تتهم وتشيطن وتكال لها الاتهامات حتى تبعد عن الساحة، وحتى لا تكون عامل إزعاج لفصل يعني لما يتم الآن من اللبرلة وغيرها من العمليات التي تستهدف يعني قضية وجود الإسلام كنظام حاكم لمجتمع مسلم. يجيب البحث عن تاريخ منصب المفتي ونشوئه في القرن الرابع عشر الهجري، ومدى صلته بتأسيس يعني بأسس الفتوى ومنصب المفتي في الدولة العثمانية. هل كانت الفتوى والمفتي لها مؤسسة حقيقية في العراق؟ وهل كان لها قانون ينظمها؟
ويعني يعتني بشؤونها ويرتب وظائفها؟ وهل كان لها ضوابط حاكمة للاختيار بحيث يكون لها مجلس علمائي يختار الأعلم من بين أبرز العلماء؟ وهل كان المفتي يعني عبارة عن مؤسسة حقيقية موجودة بالعراق في القرن الرابع عشر؟ أنا أتكلم تحديداً الآن في القرن الرابع عشر الهجري، وهو يعني مرتبط بالنصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري باعتبار يعني أن الذي يحكم هو علي رضا باشا اللاز الوالي الوزير العثماني الذي جاء إلى يعني من حلب إلى 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 بغداد لكي يكون واليا على بغداد، ولذلك كان يعني منصب مفتي الديار كان عرضة لعوامل الإضعاف والتهميش وتغييب المأسسة نتيجة لما يمثله من أنه عامل إزعاج للسلاطين والحكومات الظالمة. نرحب بالشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في حضوره لمؤتمرنا هذا. كذلك خضع منصب المفتي إلى التوظيف السياسي عبر يعني عبر مراحله في منتصف النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري وكذلك القرن الرابع عشر الهجري، عندما جاء يعني رضا باشا اللاز كان المفتي في حينها عبد الغني آل جميل، وهذا المفتي كان يعني يتسم بالحزم والشدة وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان يعني لا يخضع لسلطان علي رضا باشا اللاز لما اتسم به من ظلم واستبداد وكذلك من إجرام رجاله الذين يعملون ولاة على العراق، وكان يأتيه ما يأتيه من أخبارهم، ولذلك يعني كان مستقلا بفتاواه وكان مستقلا بمنصبه كمفتي في بغداد. عبد الغني آل جميل لما يعني اعتدى رجال علي رضا باشا اللاز تكلم على المنبر وخطب وحرض الناس بعد يعني ما تصاعد إجرام هذا الوزير الذي يعني أتاح لرجاله الظلمة والاستبداد على يعني على المجتمع العراقي المسلم في حينها، وعندما اعتدى على امرأة شهبندر التجار وكانت عندها ودائع مالية وكانوا يريدون أن يأخذوا هذه الودائع المالية رغما عنها، وعندما رفضت اعتدوا عليها بالضرب، ثم جاءت إليه وقالت أنت تمثل مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت المفتي وأنت الذي تفتي بالأحكام الشرعية، أيليق بامرأة مسلمة أن يعتدى عليها من قبل رجال هذا الحاكم الظالم؟ فما كان منه إلا أن يأتي منبر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وحرض الناس على إجرام رجال علي رضا باشا اللاز، ودعاهم إلى الجهاد والخروج عنه والخروج عليه وعلى ظلمه، ثم دخلوا إلى غرفة البيرق الذي تحوي بيرق الحضرة القادرية الجيلانية، وهذه ليست أول مرة يخرج فيها المفتي ويخرج معه بيرق الحضرة القادرية، لأن البغادة عندما يرون البيرق الحضرة القادرية يخرج لا يخرج إلا لأمر الجلل، ولذلك خرجوا من دون أن يعلموا ما هي الوقيعة، وبعدما علموا من خطبته وتكلم يعني كان الشيخ محمود شكري الآلوسي أبو الثناء شهاب الدين الآلوسي الحسيني كان في الكرخ، عندما علم بالأمر أخرج أهالي الكرخ وكذلك عبد الغني آل جميل أخرج أهالي الرصافة، ثم أتوا إلى مقر الوالي وطالبوه بعزل رجاله وطالبوه بأن يعتزل من منصبه ومن ولايته. وعادة الذين يكتبون في التاريخ السياسي للعراق يعني هذه يتكلمون عنها بأنها ثورة سياسية كانت لعبد الغني آل جميل، وهم لا يعلمون بأنه هو المفتي، وعندما يعني تذكر هذه القضية تذكر كأنها يعني عبارة عن رجل ثائر من السياسيين خرج بثورة يعني لا تقوم على ركائز.
وهنا يعني هذا النموذج المفتي المجاهد الذي يعني لم يكن في يوم من الأيام حبيس مكتبته، ولم يكن يوما من الأيام عبارة عن يعني عالم ليس له أثر في واقعه وفي مجتمعه. ولذلك يعني كان من علي رضا باشا اللاز أن يتهيأ بعسكرة جنده، ثم بعد ذلك قصف الحي الذي كان فيه دار الإفتاء وقصف مكتبته واحترقت مكتبته بالكامل، ثم بعد ذلك خضع لأمر المفتي عبد الغني آل جميل وخدعه بأنه يعني سيستجيب له بكل ما يريد، عزل بعض رجاله، ثم بعد ذلك ما انتهيأ له الأمر واستتب له الأمن حتى قام بعزل عبد الغني آل جميل، ثم جاء بعده المفتي الآخر محمد سعيد الطبقشري، حتى تكلم في خطبة وتكلم عن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب، وقال هو في ضحضاح من النار، وهكذا هو المعتقد، وهكذا يعني الرأي يعني عند أهل السنة. ثم يعني استدعاه إلى مقر الولاية وقال له يعني كيف تقول أنت بهذا القول؟ وكان علي رضا باشا اللاز يعني ينزع إلى المعتقد العلوي، وكان كثير من الولاة في هذا في هذه المرحلة ينزعون باتجاه يعني مناغمة الدولة الصفوية، لأن كان لها السلطان، وكانت المساومات كما تم التنازل عن الأحواز مقابل الأرض مقابلة، ثم بعد ذلك وكانت القضية قضية سياسية بحتة. قال له يعني كيف تقول أنت بهذا القول؟ قال هذا الرأي الذي عندنا يعني عند أهل السنة. قال يعني وما دليلك على ذلك؟ قال عندي من الأدلة الكثير. ثم يعني ما يعني غاب يعني فترة من الوقت حتى جاء بزنبيل من المصادر، كما تقول الرواية التاريخية، جاء بجمع من المصادر بزنبيل من المصادر، وقال له كل هذه المصادر تتكلم عن هذه القضية. وكان يعني معه نائبه في الفتوى الشيخ محمود شكر الآلوسي، قال ما يعني علي رضا باشا اللاز يقول للمفتي محمد سعيد الطبقشري، قال ما أعلم أنت يعني ما هو خلافك مع عم رسول الله؟ قال ليس لي خلاف مع عم رسول الله، لكن القرآن هو هكذا يتكلم، وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم بهذه القضية. ولذلك يعني قال عليك أن تتنازل عن هذا القول. قال والله لن أتنازل أبدا. قال يا آلوسي ماذا تقول؟ قال هنالك رأي آخر. وهنا يعني شيخ الآلوسي نظر إلى المقصد الشرعي، ونظر إلى مآل الأمر، ونظر إلى يعني قضية اللحظة، حتى لا يعني يكون منصب المفتي فارغا عن من يشغله. قال نعم هنالك قوله، لا يظن يعني لم يكن يعتقد بأنه يعني أن علي رضا باشا اللاز سيعزل محمد سعيد الطبقشلي من منصبه ويوليه على منصب الإفتاء، وإذا به يعني يتخذ هذا القرار ويعزل محمد يعني سعيد الطبقشلي. وهذا هذه معلم من معالم التوظيف السياسي والإجبار على أن يكون منصب المفتي عرضة للمساومات السياسية، لكن هكذا هو طبيعة المفتين، وهكذا هم كانوا يعني أهل العراق كانوا ينظرون إلى المفتي ماذا يقول، ثم بعد ذلك يعني يتبعونه في قوله. ثم بعد ذلك يعني جاء أبو الثناء الآلوسي وصار هو المفتي في بغداد، ثم بعد ذلك يعني ذهب علي رضا باشا اللاز، ثم جاء نجيب باشا، وإذا يعني تأتي دعوة من الصدر الأعظم بحضور حفل ختان أحد الأولاد الولاة في الأستانة، واعتذر الشيخ الآلوسي على أن يحضر إلى هذا يعني الحفل. ويعني حتى يعني لما سمع نجيب باشا بعدم حضور الشيخ الآلوسي إلى هذا الأمر إلى هذا الحفل عزله عن المنصب، لأنه لم يحضر حفل ختان أبناء أحد الولاة، عزله من ثم بعد ذلك عزله من منصبه. وذهب الشيخ محمود شكر الآلوسي إلى يعني إلى الأستانة، وألف كتبا ثلاثة عن قضية رحلته، هي غرائب الاغتراب ونشوة المدام في العودة إلى دار السلام، وكذلك التحصيل مأمول في السفر إلى اسطنبول، وتكلم عن رحلته. ثم بعد ذلك قال
يعني وجدت يعني لما ذهب إلى 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 مقر الولاية مقر الدولة العثمانية. دكتور ناصر أقل من 3 دقائق. نعم. رجاء الخاتمة والتوصيات. إذن سأذكر المفتين عن أعلام الإعلام الفتوي أن البحث يتكلم عن مؤسسة الفتوى في القرن 14 على عن أعلامها وعن نهايتها. من أعلامها من حيث التأسيس عبد الغني آل جميل الشيخ محمد سعيد الطبقشلي أبو ثناء الآلوسي، ثم بعد ذلك جاء بعده الشيخ محمد أمين الزند المعروف بالكهية. أعلام مؤسسة الفتوى في القرن 14 هجري، أولهم الشيخ محمد فيض الزهاوي الذي يعني تسنى منصب مفتي بغداد عام 1301، ثم جاء بعده ابنه محمد سعيد الفيض الزهاوي صار بعد والده في الإفتاء، ثم بعد ذلك جاء الشيخ يوسف العطا ابن محمد نجيب أبو يعقوب، ثم جاء الشيخ قاسم أحمد القيسي الفضلي أبو عبد الوهاب. وإلى هنا تقول المصادر التاريخية بأن منصب مفتي بغداد قد انتهى، لأنه كان يعني يقوم على يعني على التعيين، ثم بعد ذلك اصطلح بعده يعني ما يعني كان المصطلح عليه من يفتي في الجامع القبلانية أو من يفتي بجامع الحضرة القادرية أو من يفتي بجامع الإمام الأعظم أبي حنيفة يعني رحمة الله يكون هو المفتي عادة. هكذا اصطلح من دون هيكلية إدارية، ما كانت هنالك هيكلية إدارية تنظم مؤسسة الفتوى. ولذلك يعني لما جاء يعني أحد الخطباء في جامع القبلانية بعد الشيخ قاسم القيسي تكلمت الصحف العراقية بأن المفتي بعد الشيخ قاسم القيسي هو الشيخ نجم الدين الواعظ، مع العلم أنه عرضت على الشيخ نجم الدين الواعظ وعرضت على الشيخ أمجد الزهاوي ولم يقبلها، لأن الشيخ أمجد الزهاوي قال يعني لا أقبل هذا المنصب لأنه يعني كما تكلم عنه لأنه صار يعني صار جسدا بلا روح، وصار يعني منصب الفتوى عبارة عن شيخ عن شبح بلا روح واسم بلا مسمى بعد أن كان من المناصب المهمة في كافة العصور الإسلامية. ولذلك يعني هنا تتفق المصادر التاريخية بأن منصب المفتي قد انتهى في بغداد ولم تكن هنالك يعني هيئة تختار، ثم بعد ذلك اصطلح عليه يعني عرفا. إلى هنا أنتهي ببحثي وجزاكم الله خيرا. نشكر الدكتور ناصر الفهداوي على التزامه بالوقت، والآن جاء دور الدكتور منيب القوشي لإلقاء بحثه فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر البيامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثي بعنوان أثر العلامة العراق بالثناء الآلوسي في الأتراك، وكنموذج على هذا الأثر ارتأيت أن أترجم بحثاً لدراسة في نفس المجال قدمها الأستاذ الدكتور سهيل صابان أستاذ التاريخ التركي حالياً يدرس التاريخ في جامعة ملك سعود بالمملكة العربية السعودية. فليس غريباً على الأتراك اهتمامهم بعلماء العراق ومثقفيهم منذ تأسيس دار الحكمة ببغداد في زمن الخليفة العباسي المأمون، حيث أشاد غير واحد من المؤرخين الأتراك أمثال المرحوم العلامة فؤاد سزقين والأستاذ الدكتور إحسان ثريا سرمة بالدور الذي اطلعته دار الحكمة في نشر العلم والثقافة في عموم العالم الإسلامي. كان ولم يزل لدى الشعب التركي مكانة خاصة لبغداد في ثقافتهم وعواطفهم، لما لبغداد من مكانة علمية سواء أيام العباسيين أو ما تلاها من عهود عاشتها بغداد مفرزة على علماء أجلاء أمثال الآلوسي ومشايخ كرام أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني. وقد انعكست هذه النظرة التركية لبغداد على الموروث الشعبي للأتراك، بحيث احتلت عدة أمثال عن بغداد مكانها بين الأمثال الشعبية التركية وكذلك قصائد أدبية. سنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى اهتمام الأتراك بأبي الثناء محمود الآلوسي، لا سيما وأن له تعايشا معهم في إسطنبول حينما قدمها لتقديم تظلمه وتفسيره روح المعاني للسلطان عبد المجيد خان بعد إكماله.
قمنا في بحثنا بجرد المنشورات من الكتب والمقالات التركية التي تحدثت عن الآلوسي، واستفادت أو اقتبست من مؤلفاته، وخصوصاً من تفسيره روح المعاني، وكنموذج تطبيقي لأثر علامة العراق أبي الثناء الآلوسي في الأتراك، قمنا بترجمة كما قلت بحث الأستاذ سهيل صابان على الآلوسي من التركية، والذي نشر بعنوان اسطنبول في مذكرات العالم العراقي محمود الآلوسي، وهو بحث قدمه الباحث إلى المؤتمر الدولي الرابع حول اسطنبول العثمانية الذي انعقد في الفترة ما بين 22 و 22 مايو 2016، حيث ذكر صابان في بحثه بعد الحديث عن الآلوسي وحياته الأسباب التي دفعت الآلوسي للرحيل إلى اسطنبول، مبيناً أهم الثمار العلمية للآلوسي خلال إقامته فيها وأبرز الشخصيات التي التقى معها. وقد أوصى صابان في خاتمة دراسته بضرورة ترجمة كتب الآلوسي الثلاثة التي تحدث فيها عن رحلته إلى اسطنبول وعودته منها، والتي هي نشوة الشمول ونشوة المدام وغرائب الاغتراب. وقد اشتمل بحثي على أهدافه ومشكلته وخطته ومنهجه وبالتفاصيل التالية: أولاً، أهداف البحث تسليط الضوء على رحلة الآلوسي إلى الإسطانة وعودته منها، الاطلاع على أهم الآثار العلمية التي تركها في المناطق التي مر بها في طريق سفره، معرفة الدافع الحقيقي الذي كان سبباً في سفر الآلوسي إلى الإسطانة. وقد قسمت البحث إلى مبحثين: المبحث الأول عن بغداد والأتراك والآلوسي، وقد اشتمل على أولاً مكانة بغداد لدى الأتراك، وثانياً أهمية بغداد في الموروث الشعبي التركي، وثالثاً اهتمام الأتراك بالآلوسي. أما المبحث الثاني فقد خصصته بالكامل لترجمة البحث الذي قدمه الأستاذ سهيل صابان، والذي يشتمل على مقدمة ونسب الآلوسي وأسرته، والدوافع التي ساقت الآلوسي لزيارة اسطنبول، والثمرة العلمية لإقامته في اسطنبول، والشخصيات التي التقى بها في اسطنبول، كما تطرق الباحث إلى وصف اسطنبول من وجهة نظر الآلوسي. أما خاتمة بحثي فقد اشتملت على أهم التوصيات التي توصلت إليها. إذا أردنا أن نعرف مكانة بغداد لدى الآلوسي، لدى مكانة بغداد عند الأتراك، فنقول إن الحديث عن بغداد ذو شجون متشعبة، يحتار الكاتب عنها من أين يبدأ الكلام. وبما أننا نتكلم هنا عن بغداد وموقعها في ذاكرة الأتراك، فقد سبرت أغوار المراجع والمصادر التركية من كتب ومجلات وصحف، جامعا منها ما يدل على هذه المكانة في قلوبهم قبل عقولهم. وأول مرجع ابتديت النظر فيه هو الموسوعة الإسلامية الصادر عن وقف الديانة التركي، فقد ورد في الموسوعة تحت مادة بغداد تعريفا أوجز قدرها ومكانتها على مستوى العالم الإسلامي، حيث ورد تحت كلمة بغداد: هي أحد المراكز المهمة للتاريخ والعلم والثقافة، وهي اليوم عاصمة العراق في وقتنا الحاضر. لم أرى وصفا لأي مدينة ذكرت في الموسوعة غير بغداد هذا. وفي إطار مؤتمرات اسطنبول حول تحالف الحضارات، ألقى مكتشف الكنز المفقود العلامة الأستاذ المرحوم فؤاد سزقي رحمه الله محاضرة قيمة بعنوان نظرة إلى مكانة الإبداعية للإسلام في تاريخ العلوم في إحدى قاعات المديرية العامة للقصور الوطنية باسطنبول. أكد فيها على أن الحضارة الغربية هي وليد الحضارة الإسلامية، وأن ما يتم الترويج له على أنها علوم غربية هي في الأساس دوام لعلوم المسلمين. وتطرق السزقين أكثر من مرة إلى مكانة بغداد في هذا التاريخ، معدداً إسهامات الخلفاء العباسيين وتشجيعهم للعلماء. وكان الأمين العام لهيئة علماء المسلمين السابق شيخنا المرحوم الدكتور حارث الضاري رحمه الله بين الحاضرين، ألقى في ختام المحاضرة كلمة أشاد فيها بإسهامات السزقين في إثراء المكتبة العربية والإسلامية.
قال فيها شيخنا الضاري رحمه الله: وقفت هنا لأشكره على إنصافه لعلماء الأمة وبيان تفوقهم في العلوم الإنسانية التي أفادوا بها الشرق والغرب وأسبقوا بها الكثير بل كل الأمم. ثم أردف الضاري رحمه الله قائلا: لقد كان جزاء المسلمين وجزاء بغداد بالذات أن تكافأ بالاحتلال. واختتم الضاري رحمه الله كلمته موجها الشكر للمرحوم فؤاد سزقين باسم علماء الأمة وباسم بغداد الرشيد. إذا انتقلنا إلى معرفة الموروث، مكانة بغداد في الموروث الشعبي التركي، فنقول إن لبغداد في الموروث الشعبي التركي ذكر قل نظيره عند بقية الشعوب عربية كانت أو أعجمية، لا سيما من ناحية الأمثال الشعبية. فقد غنى الأتراك لبغداد وضربوا لها الأمثال وخلدوها في فتحهم لها أيام السلطان مراد الرابع بنشيد وطني حماسي يشيد فيه الشاعر ببطولة عثمان الشاب الذي تمكن من فتح بوابة بغداد مما سهل دخول الجيش العثماني إلى بغداد لتطهيرها من الصفويين في ذلك العهد. فمن الأمثال المتداولة على ألسنة الأتراك بكثرة، وقد استغربت حتى أنا عند بحثي عند جرد الأمثال المتعارف أن هناك ثلاثة أمثال عن بغداد متداولة بشكل أكثر، لكن وجدت أكثر من سبعة أمثال موجودة في قاموس الأمثال التركي. أبرز هذه الأمثال ودائما يرددها الأتراك: ليس مثل الأم حبيبة وليس مثل بغداد مدينة، ومثل آخر: لا يسأل العاشق عن بغداد، بغداد ليست بعيدة بالنسبة للعاشق، من بغداد يأتيه الذباب من كان عسله حلوا. والخطأ في الحساب يرجع من بغداد، وأمثال أخرى أتجاوزها اختصارا للوقت. الأتراك والآلوسي: لقد كان للزيارة الآلوسي لإسطنبول الأثر الكبير سواء على علماء وسياسيي عصره من الأتراك أو ممن جاءوا بعدهم في تركيا، وقد تجلى ذلك الأثر أولا بتقديره واحترامه لما رأوا من علمه وأدبه وأخلاقه، وثانيا بإعادة كل المناصب التي تم عزله منها في بغداد كما ذكرناه في بحثنا. واستمر تأثر الأتراك بالآلوسي إلى عصرنا الحاضر، حيث أقدم العديد من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا في كليات العلوم الإسلامية أو الإلهيات على دراسة سيرة حياة الآلوسي وتفسيره. وقد جردت حوالي 15 رسالة دكتوراه ما بين دكتوراه وماجستير، إحدى هذه الرسائل 15 هي رسالة المتكلم في رسالة الماجستير قدمته عن الآلوسي. أذهب إلى الأسباب التي دفعت الآلوسي للتوجه للإسطنبول. أختلف مع زميلي الدكتور ناصر الذي ذكر أن نجيب باشا عزل الآلوسي بعدم سبب ذهابه إلى إسطنبول، وهذه ليست ذنبه في المعلومة، في نقل المعلومة، لأن من الأخطاء التاريخية أن يكون عزل الآلوسي بسبب عدم ذهابه إلى إسطنبول. والحقيقة هي أن كان هناك نوعاً من الحسد بين والي بغداد محمد نجيب باشا والآلوسي نتيجة الوشايات المتكررة التي كانت تنقل إلى الوالي، ونتيجة لكثرة تحريض الوالي ضد الآلوسي عزله الأخير من منصب الإفتاء وجرده من كل الأوقاف التي كان يتولاها. وبما أن ذكر الآلوسي كان ذاع صيته في الإستانة، كان محل تقدير عند السلطان وعند كل أركان الدولة في إسطنبول. لكن محمد نجيب باشا لعب دورا مهما في إسقاط الآلوسي من نظر السلطان عبد المجيد، لا سيما وأن السلطان كان قد وجه إلى الآلوسي دعوة لزيارة إسطنبول، لكن الوالي أقنع الآلوسي برفض الدعوة بحجة أنه منشغل بكتابة تفسيره روح المعاني. فامتثل الآلوسي لمشورة الوالي ورد على دعوة السلطان بالرفض، ثم بعد فترة أقنع الوالي كذلك الآلوسي بضرورة كتابة رسالة اعتذار
للسلطان لعدم استجابته دعوته، حيث يتولى الوالي نفسه بإيصال هذه الرسالة، رسالة الاعتذار إلى اسطنبول. فكتب الآلوسي رسالة الاعتذار وسلمها إلى الوالي، لكن الأخير بدلاً من أن يرسلها إلى اسطنبول عن طريق بريد مكتبه، قام بتسليمها إلى القنصلية الفرنسية لإيصالها إلى السلطان. ما ترك هذه العملية لدى الباب العالي انطباعاً عن الآلوسي بأنه يتعامل مع دولة أجنبية. وحينما كان الآلوسي في اسطنبول، سعى لدى كبار مسؤولي الباب العالي لمعرفة أسباب طرده من العمل، فقيل له أن والي بغداد نجيب باشا هو من وقف وراء هذا الأمر، مبررا موقفه بأنك ترغب في فتح باب التواصل مع إحدى الدول الأجنبية وهي فرنسا. وهذه المعلومة تم الكشف عنها من خلال وثائق الأرشيف العثماني. أما الشخصيات التي التقى بها الآلوسي في اسطنبول، فمن مميزات مذكرات الآلوسي احتوائها على أسماء المدن والقصبات والعلماء الذين التقى بهم والقضاة والمفتين والطلاب الذين طلبوا منه الإجازة، فأعطاها لهم على امتداد طريقه من بغداد إلى اسطنبول، حتى إنه ذكر بعض الإجازات التي أعطاها في كتابه نشوة الشمول. كما نقل الآلوسي في مذكراته معلومات مهمة حول المسؤولين الذين التقاهم في طريق رحلته. إن الشخصيات التي التقى بهم في اسطنبول كانوا من قيادات الدولة في ذلك العهد، وخلال بحثنا لم نجد معلومة تشير إلى هذا الكلام، الدكتور سهيل صابان المترجم، لم نجد معلومة تشير إلى لقاء الآلوسي بالسلطان عبد المجيد، إلا أن ذوبان الثلوج بينه وبين السلطان بعد وصوله إلى اسطنبول وعرض تظلمه وبيان موقفه، إلا أن ذوبان الثلوج بينه وبين السلطان وإصداره فرمانا بتخصيص راتب للآلوسي قد يفسر بعقد لقاء بينهما، لا سيما وأنه يتحدث عن تقديمه لتفسيره إلى السلطان. ومن أبرز الشخصيات التي التقى بهم الآلوسي الصدر الأعظم في ذلك العهد مصطفى رشيد باشا، ومستشار الصدر الأعظم فؤاد باشا بن كتشج زادة عزت ملة، ونجيب باشا زادة جميل بك الذي سبق وأن عمل مديرا للإدارة في بغداد، وشخصيات أخرى أتجاوزها اختصارا للوقت. وبالإضافة إلى مسؤولي الدولة التركية أو الدولة العثمانية، التقى الآلوسي في اسطنبول أيضا بمسؤولين عرب بارزين كانوا متواجدين في اسطنبول في تلك الفترة، منهم والي جدة السابق حسيب باشا، وقاضي مكة السابق توحيد أفندي، وأمير مكة السابق الشريف محمد بن عون. ويبقى شيخ الإسلام عارف حكمة بدون شك من أندر الشخصيات التي قابلها الآلوسي في اسطنبول، باحترام زائد الذي أبداه بسبب الاحترام الزائد الذي أبداه شيخ الإسلام تجاهه، حيث احترمه أولاً لعلمه، ثم لانشغال الآلوسي بأمور الناس جميعاً والاهتمام بهم. لذلك عمل شيخ الإسلام على مساعدة الآلوسي الذي تعرض للوشاية وأصلح ما كان بينه وبين السلطان، ثم تبرع له بمبلغ كبير. فلكل هذه الأسباب ألف الآلوسي كتاباً عن شيخ الإسلام عارف حكمة بشكل يليق بمقامه. وقد قام الأديب والأكاديمي المديني محمد العيد الخطراوي بتحقيق هذا الكتاب مستفيدا من المكتبة الوقفية النادرة. أنتقل إلى الخاتمة بحثي والتوصيات. رأينا من خلال بحثنا أن اهتمام الأتراك قديما وحديثا بالآلوسي نابع من مكانته العلمية والأدبية في العالم الإسلامي بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص، وكانت لزيارته إلى اسطنبول الأثر الأعمق في نفوس علمائها ومسؤوليها أمثال شيخ الإسلام عارف حكمة الذي كان أول المتأثرين بعلم الآلوسي وشخصيته. وما فتئ هذا الأثر مستمرا عبر السنوات لغاية يومنا هذا، إذ لا يزال الباحثين الأتراك يرجعون إلى آرائه ويدرسون مؤلفاته ولا سيما تفسيره المشهور روح المعاني. وأجيزت العديد من الرسائل الجامعية حول هذا التفسير كما سبق.
ولأن الأتراك لم يزالوا يدرسون الآلوسي ومؤلفاته، أرى ضرورة إصدار كتاب باللغة التركية يتناول سيرة حياة الآلوسي بشكل دقيق وباللغة التركية، لأن ترجمة الأتراك عن حياته من المصادر العربية لا تخلو من التباس المعاني، لا تخلو من التباس بعض معاني الكلمات والجمل، فتترجم بشكل خاطئ إلى اللغة التركية. على سبيل المثال، حينما وصف عندما أجرى الآلوسي مقارنة بين ما رآه من جسر على القرن الذهبي في إسطنبول والجسر الذي في بغداد، قال: وهذا يشبه جسر زوراء. فترجم الأستاذ الدكتور سهيل صابان أن اعتقد أن الزوراء اسم الجسر في بغداد، فقال جسر زوراء في بغداد، وهذا من الخطأ الفهمي أو الإدراكي. فلذلك من الضروري إصدار كتاب عن الآلوسي باللغة التركية كي تزال الالتباسات. ولعل توصية الأستاذ الدكتور سهيل صابان في محله أيضا، وهو يوصي بترجمة على الأقل 3 من مؤلفات الآلوسي إلى اللغة التركية، وهي غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب، ونشوة الشمول، ونشوة المدام. كما أود هنا الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من الوثائق العثمانية، سواء تلك التي اعتمد عليها الدكتور سهيل صابان في بحثه أو في إجراء بحوث أخرى، ذلك لتسليط الضوء على حياة الآلوسي وخصوصا في إسطنبول بشكل أدق. فلم أقف على دارس عربي لحياة الآلوسي استفاد من الأرشيف العثماني. وبما أن موضوع المؤتمر إنه يضم 5 قرون، يشمل 5 قرون، فهذه الفترة هي فترة الحكم العثماني كما نعلم. فبالإضافة إلى توصية بدراسة وثائق الآلوسي، أوصي أيضا بدراسة بالبحث في الأرشيف العثماني عن وثائق لكل العلماء الذين تم ذكرهم في هذا المؤتمر. فقد تخرج لنا وثائق، قد نجد وثائق تنير لنا جانبا من حياتهم أو سيرهم، أو تعدل لنا أو تصحح لنا معلومات كنا قد نعرفها خطأ، كعزل نجيب باشا للآلوسي بسبب عدم ذهابه، بينما كما رأينا أن السبب هو نجيب باشا نفسه الذي حرض الآلوسي على عدم الذهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الدكتور منير القشي على التزامه بالوقت. والآن جاء دور الأستاذ الدكتور سليم بن صالح الحكيمي من تونس، فليتفضل. على كل حال، بحثي أنا هو عن عبد العزيز الثعالبي كما طلب إلي. يعني عبد العزيز الثعالبي من الشخصيات التي زارت بلدان عديدة: اليمن، مصر، تركيا، الهند، ولكن لا توجد دولة بقي فيها 6 سنوات إلا العراق. العراق بالنسبة إليه مثلت هذا الشرق العتيد، سماه بالشرق العتيد. تعرفون في تونس نحن في الجنوب عندنا مدينة نفطة تسمى الكوفة الصغرى. هذا يدل على أن الشرق في وعينا في المغرب الإسلامي بأن الشرق هو معيار المدح، وهو معيار الذي يجب أن نصل إليه. تونس اقتنت من مدرستين: مدرسة الحجاز أهل الحديث رأسها الإمام مالك، ومدرسة الإمام أبو حنيفة النعمان. وحتى أسد بن الفرات كان حنفيا، وكان آخر شيوخ الإسلام من القضاة الشيخ محمد عباس كان قاضيا حنفيا. لم ينتهي الفقه الحنفي في تونس إلا سنة 56 عندما ألغى بورقيبة المحاكم الشرعية. في حديثنا عن الثعالبي نتحدث عن رحلة المكان والمكانة. عندما وصل إلى العراق قال عنه معروف الرصافي في كتابه نفح الطيب في الخطابة والخطيب بأنه أعظم خطيب في القرن العشرين، كان خطيبا مسقعا. هروبه طبعا من تونس كان بعد أن أغلقت كل السلطات الاستعمارية في تونس، أغلقت كل صحفه وكل ما أنتجه من إنتاج سبيل الرشاد والصحف التي قدمها. أنا أعتقد أنه ليست القوة في العبقرية، ولكن القوة في التأثير. يجب أن تكون مؤثراً وتكون شخصيتك عابرة للحدود. شخصية الثعالبي كانت عابرة للحدود، والشخصيات التي وصلتنا إلى المغرب الإسلامي أيضاً كانت عابرة للحدود. عندما جاء إلى العراق كانت له فكرة تأسيس الحزب الوطني الإسلامي. الدراسات تتحدث على أنه أسس الحزب الوطني الإسلامي، ولكن أسس في الحقيقة حزب الدستور الذي انحرف الآن وصار إلى ما صار إليه من هذا الحزب الحاكم.
أهم فكرة وصل بها عبد العزيز الثعالبي إلى العراق هي فكرة الجامعة الإسلامية، وهو يرى أن لا يمكن الإسلام أن يكون دينا فرديا، بل يجب أن يكون دينا جماعيا، وهو ما أراد الاستعمار أن يفعله، هو أن يؤسس دينا فرديا. لكن حين استقبله الرصافي على فكرة قال فيه بيتين: لنا بثعالبيك خير ملق على أشتاتنا حبل اتحادي، وأسمى من سما أدبا وعلما، وأفصح من تكلم عن سادات. هذا بوأه مكانة في العراق. الأمير فيصل جعل له جامعة آل البيت، تقريبا كانت الجامعة الشعبية، وكانت الفرصة الحقيقية للشيخ الثعالبي أن يبين مكانته ويبين قيمته العلمية. أنا جئتكم بكتاب محاضرات في التفكير الإسلامي والفلسفة، هذا الكتاب ألفه في العراق وهو مرجع في تونس، عن كل أثره في العراق موجود في هذا. مكانته السياسية داخل الطبقة السياسية في العراق تقريبا هي في المرتبة الثانية بعد شكري الألوسي، هذا بشهادة بهجة أثري في مقاله عن أيام الثعالبي في بغداد، عندما تكلم في كتاب جمعت فيه المقالات سمي رجل أمة اجتمعت في رجل. يقول الثعالبي: لقد صير داره مثابة للناس، ومنع مجالسه من أن تغشاها الطفيليات التي تعيش على هوامش المجالس. الطفيليات هذه التي تعيش على هوامش المجالس كانت تهاب عبد العزيز الثعالبي، وكان أرقى مجلسا عرفته بغداد يوم الأربعاء بعد مجلس شكري الألوسي. هذا أيضا أهله إلى مكانة سامية، حيث مثل العراق من تونس، يمثل العراق رغم مكانته في تونس التي أضربت أياما عندما اعتقله الاستعمار، وأضربت أياما عندما نفي، ولكن هذه المكانة مكانة كبرى. لماذا استقبله العراق بهذه القوة؟ طبيعة الحال العراق لم يكن مرجفا، العراق عاصمة الخلافة، معتدا بنفسه. قوة البلدان ليست قوتها فقط في أنها تصدر فكرا، في أنها تقبل الشخصيات الكبرى، لأنها وثقة من نفسها. وثوق العراق من نفسه أيضا مكن الثعالبي من هذه المكانة. ووصل الأمر إلى أن يمثل العراق في 13 مايو 1926 مثلها في مؤتمر الخلافة. تعرفون بعدما سقطت الخلافة وقعت هنالك مؤتمرات، ترشحت إليه مجموعة من الشخصيات في العالم الإسلامي. ما كانت طموح الملك فؤاد في ذلك الوقت كان هو الأكبر، ولكن بدعوة من الأمير فيصل أراد أن يكون الثعالبي هو ممثل العراق، ليكون بعدها ممثلا للعراقيين، سفيرا للطلبة العراقيين في مصر. هو الشخصية تقريبا قبل الخضر حسين الذي تبوأ الشيخ محمد الخضر حسين، الذي حصل مكانة الأزهر عندما لم يجد الأزهر من يقف على منبره، كان تقريبا الثعالبي هو الأول في هذه العملية، تقريبا هو المؤسس هذه المكانة. في جامعة آل البيت كل المحاضرات كلها تقريبا على التوحيد، على أنواع الفرق الإسلامية، حلل طبيعة الخلاف بين، خاصة هو قضيته قضية سياسية، يعني رأى الثعالبي كان يؤمن بشيء واحد، أنه لا يمكن لصلاح الأمة إلا بصلاح الحاكم. الكثير من المفكرين الإسلاميين يظلون يترددون ولا يحسمون أمرهم، ولكنه كان حاسما أمرهم منذ البداية. لا يوجد مجتمع لا يحكمه حاكم صالح لا يمكن أن يصل إلى غاياته الاستراتيجية، ولذلك المعركة هي المعركة أزلية في الحكم. ومن هنا فتح نافذة على كل الدساتير الغربية، لم يقل أن هنالك التجربة الإسلامية المتعثرة في الخلافة انتهت، ولكن قال هنالك تجارب. في ذلك الوقت عندما كان الفقهاء وجامعة الزيتون فيها من الطرف المتكلس، كان الثعالبي يتحدث على أن الدساتير الغربية الآن وصلت إلى أوجها، بداية بالدستور الأمريكي ثم الأنجليزي، وتحدث على أن الدستور الأمريكي تقريبا شرع فيه سنة 1600 تقريبا، وكتب سنة الدكتور الأنجليزي عفوا، ظل قرنا كاملا حتى كتب، وظل دستورا غير مكتوب، ولكنه يحكم أرقى الدول في العالم. يعني هو هنا بهذه الطريقة فتح نوعية على العقد الاجتماعي الذي جمع الغرب والذي وصل فيه إلى النهوض. يعني عندما تتحدث عن الغرب بهذه التقرية في هذه اللحظة، العراق الذي كانت فيه ثورة العشرين والخلافة الساقطة التي وقعت والاحتلال الفرنسي للجزائر والمغرب الإسلامي والعراق وسوريا، هو يتحدث على أنك يجب أن تفرق بين أمرين: تفرق بين المشروع الغربي الاستعماري الكولونيالي، ولكن تفرق أيضا بين المشروع الغربي الفكري الذي وصل إلى عقد اجتماعي وكيف تسلط عليك. لم يتسلط عليك عسكريا، ولكن النهوض هذا العسكري الكولونيالي سبقته نهضة فبحث في أسباب نشوء الأمم.
أكثر ما شنع عليه الثعالبي في محاضراته في آل البيت هو الصوفية. يعتبر الثعالبي بأنه تقريبا حملها الوزر الأكبر من تعطيل تقدم الحضارة الإسلامية، قال أساءت كثيرا إلى المسلمين وأخرتهم قرونا. لكن في كل هذا الثعالبي لم تخالجه يوما لحظة ما في أن الثقة بالإسلام. على فكرة أعطيكم فكرة، في تونس لا يتحدثون عندما يتحدثون عن الثعالبي يقولون هو المؤسس الحزب الدستوري التونسي هكذا بتاريخ علماني ألمانية وعلاقته ببورقيبة، ثم يلفون الأمر لأنهم يريدون أن يتجاهلوا مشروعه الإصلاحي الإسلامي. الثعالبي لا يرى حلا بغير الإسلام ولا يرى حلا من خارج دائرته. في تصوره أن الدلائل النقلية موقوفة على سيف العلم بالدلائل العقلية، يعني أنت لا تطبق الإسلام ولا تذهب إليه ليس فقط لأنه أمر إلهي، بل لأنه على صعيد التجربة التاريخية أثبت قدرته على وحدة المسلمين وأثبت قدرته على جمع شتاتهم وقوتهم. إذن في رأيه لا يوجد مشروع نهضة خارج الإسلام. لكنه هنا ابتدع مفهوما جديدا، وهنا صار مجددا، عوضا يتحدث عن وحدة الدين تحدث عن وحدة التعاليم، لأن وحدة الدين قد تثير حساسيات مع مجموعة من الأديان الأخرى الموجودة. تحدث عن وحدة التعاليم، ولذلك نحن نريد أن نؤسس دولة فيها وحدة التعاليم، فيها دولة الحق والواجب. ولأنه في كل هذا يبقى في كل هذا يرى أن الدين دائما هو دين إصلاحي. الكثير يتساءلون لماذا الإسلام دائما تحارب سهامه، لسبب وحيد، أنه ليس لأنه مفارق لنظريات أخرى، ولكن لأنه أيضا جوهر مصلوعه أنه دين إصلاحي. الإسلام دين إصلاحي، وهنا تندلع معاركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 سنة صالحا، ولكن حينما تحول مصلحا اندلعت معركته مع قريش ومع كل هذا المستقر الاجتماعي والسياسي والثروات الأوليغارشية التي كانت موجودة في قريش. لأنه دين إصلاحي، ليس محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصل فيه الإصلاح، ولكنه هو نهج الأنبياء، شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه أيضا وصية هارون، وصية موسى لأخيه هارون، أخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني الآن عندما تتحدث عن إسلام تتحدث عن دين إصلاحي، وبما أنه دين إصلاحي دائما تجده في قلب الصراع. تلاحظون الإسلام دوما في قلب الصراع، تتالت الإخوة تحدثوا أفضوا في التحدث عن المغول وعن التتار وكله، ولكن هذا الإصلاح كيف يتم حسب الثعالبي؟ يتم عبر النخبة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقفوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بما أن هذه النخبة تقوم، وهذا وظيفة المجتمع كلها، تقوم بوظيفة النهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ولكن علي الثعالبي أبدع في هذا الحد الفاصل، وهو أول من بشر بالتفسير الموضوع للقرآن. عندما تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليك أن تعرف الحد الفاصل بين أن تتجاوزه إلى قضية حرية الوجدان. يعني الأولى، الأمر بالمعروف هو مشروع لقواعد التضامن العام والهداية ومراقبة سير الأمة. والثانية، لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، هذه الآن موجبة لمنع السيطرة والإكراه. يعني الشيء إذا تجاوز حده صار بلا معنى أولا، ثم انقلب إلى ضده ثانيا. يعني أنت تبدأ بعملية الإصلاح، ثم حينما تتجاوز حدودها تعود بتعدي على الوجدان إلى تذهب إلى مربع الفساد، تعود إلى مربع الفساد دون أن تدري. ولذلك الغرب اليوم كيف يتحدث، كيف يريد أن يقدم الإسلام؟ يقدمه بأنه متعديا على حريات الناس، والتيارات المتطرفة هذه تقدم على هذه الأساس. وحينما يخطو الاعتدال خطوة معينة دائما ويرسم صورة جميلة، دائما يخرجون الصورة البشعة هذه التيارات المتطرفة كلها لتبين بأنه دين يتعدى على الحريات ودين إجبار، ونعود إلى المربع الأول الذي يشوه الإسلام والذي يقدم بهذه كما قدمه الاستشراق. إذن الدين هنا لا يمكن أن يكون محاكم تفتيش، يتحول إلى محاكم تفتيش. يعني وأخطر ما في شيء يقول الثعالبي حسب تصوري، هذه ليست قولته، أنه
لا يمكنك أن تجعل من الجزء أن يسيطر على الكل لأنه يبعثر هدفه. الثعالبي حين تحدث في منهجه لقب أيضا بالخلدوني، ابن خلدون الجديد. ليش؟ لماذا لقب ابن خلدون الجديد؟ تعرفون في تاريخ الحضارات نحن دائما نتحدث عن شروط التقدم، ولكن هل درسنا شروط التخلف؟ هنالك أيضا التخلف قد يستوجب شروطه ويستوفي شروطه، وحين يستوفي شروطه ترتكس الأمة. أهم ما ركز عليه الثعالبي هو مفهوم الدولة. لابد إذا أنت أردت أن تصلح وتتقدم في الخطوات الحضارية لابد أن يكون عندك رؤية في الدولة وتصور صحيح في الدولة. وليكون عندك تصور صحيح في الدولة، يقول الثعالبي جملة رهيبة جدا: هنالك قوة في الأمم العظيمة، العظمة تظهرها والعجز يخفيها. إن الأمم الراقية مستعدة لسلوك طرق التطور بخلاف الأمم الجاهلة، فإنها بطيئة السير في مسلك الارتقاء والنشوء. هذا من الارتقاء والنشوء كلمة لداروين، مصطلح هذا، لكن هو يوظف هذه المصطلحات. ثم يذهب إلى هذا الاتجاه الذي ذهبت إليه كل هذه الاتهامات، بأن هذه قضية لا علاقة سياسة بالدين والدين بالسياسة، يعني الدين يتدخل في السياسة وهو الذي يشوهها، صحيح أم لا؟ هكذا يتهمونه، ولكنه ينتبه لأنه في التاريخ الإسلامي السياسة هي التي فرعت الدين وليس الدين هو الذي فرعت السياسة. السياسة هي التي أفرزت المذاهب الدينية وليس العكس، وكان الدين بمفهوم السياسة هو الذي انحرف بهذا المفهوم، من مفهوم إصلاحي إلى مفهوم ذاتي، من حل لمصلحة الشأن العام إلى حل المصلحة الفردية. يقول: كل حزب ينشر تعاليمه واعتقاداته فكون مذهبا دينيا خالصا. عندما بقي الثعالبي في بغداد أهم ما نشره هو هذه الثقافة السياسية. تعرفون أهم شيء هو أن يتحول الإسلام إلى من دين جماعي إلى دين فردي. ما يقلق الآخرين هو هذه النقطة تحديدا، عندما يكون دين جماعي تجرده، تجعله سهمه بلا قوس وتعود به إلى دين فردي، هنا مقتله وهنا مقتل السياسة وهنا مقتل الدين. ولذلك هو الآن فرع في هذه في أنواع الحكم، تحدث عن الحكم الاستقراطي أرستقراطي القائم على السلطة، تحدث عن الحكم الثيوقراطي، تحدث عن الأوليغارشي القائم على الثروة، وتحدث عن النظام الشوروي الحكم المقيد، سماه الحكم المقيد، هو الذي ارتقت به أوروبا، سماه كما قال فيه الكواكب هو أصل الداء وكل السبلاء. فيه لا تكون السياسة وجهها، الحكم المقيد لا تكون فيه السياسة وجهها، تكون فيه السياسة هي متجهة للشأن العام. إذن هنا نذهب إلى نظام الشورى. الإسلام لم يقيد المسلمين في رأيه بنظام، الشورى مبدأ عام يتخذه. ولذلك هو عندما ذهب إلى قضية الخلافة اعتبر أن الخلافة رغم هذه النكسة والهزة التي أحدثتها في العالم الإسلامي، هذه تقريبا مرحلة اعتبر أنها مرحلة ترهلت سياسيا وأدت كل استنفذت كل أغراضها بعد خمسة قرون. كما اشترح المسلمون الأوائل النظام الشورى الذي أفرز الخلافة الشوروية، وكما أفرز المسلمون نظام الخلافة العثمانية، يمكن أن يفرزوا نظاما آخر. هنا ذهب إلى قضية هامة في قضية الخلافة، إلى أنها ذهب إلى قضية الإمامة. الإمامة لم يختلف فيها لا مع أبي حامد الغزالي الذي يقول إن نظرية الإمامة ليست من المهمات وليس من فن المعقولات. والإمامة القول ابن خلدون الذي قال إن القول بأن الإمامة من أركان الدين وأصوله هو الذي أوقع الشيعة في الخطأ. كم بقي؟ دقيقة واحدة فقط. أهم سمحني أستاذ، بقيت دقيقة واحدة أريد أن أقول هنا، لكن أنهي بهذه الكلمة. أهم ما انتبه إليه الثعالبي في الفقه السياسي، عندما أنت تتحدث عن الفقه السياسي، الذين درسوا الملل والنحل للشهرستاني، هو تأثر بالشهرستاني كثيرا لأنه هو الذي توغل عميقا في الملل والنحل في الفقه السياسي. الشهرستاني أحد الذين توغلوا قديما. من بين كل هذا الفقه السياسي الذي وجدته في الكتاب لم أجده يولي أهمية إلا للزيدية، رغم أنهم فرع من الخوارج والسليمانية والإباضية. تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء ابتدعوا مفهوما جديدا، كانوا يعني هو ثنى على حكمتهم في قضية الصراع التاريخي حول الخلافة. لست هنا بصدد من أحق بالخلافة، علي أو معاوية أو أبو بكر، هذا ليس موضوعي وليس اختصاصي، ولكن بيّن أن الزيدية
انتبهوا إلى شيء وحيد، أن ترشيح خليفة أبو بكر لم يكن فقط لأنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان اختيارا سديدا، بل لأنه لم يكن شخصية خلافية. لماذا؟ في قضية إمامة المفضول بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، أنا أعتقد شخصيا أنها من أجمل ما ابتدع الفقه السياسي. لماذا؟ المفضول، لحظة فقط، المفضول بالمعنى الديني يمكن هو الأفضل سياسيا حين يصير عليه الإجماع، حين لا يتحتم به المسار السياسي الأمة. أنا أقول أن هذه هو أفعال بتقريبا في العشر دقائق الذي سنحت بها الفرصة. يعني كيف يمكن لهذا الفكر أن يتوغل ويبقى نكرة في تونس إلا بعد 45 سنة من وفاته يذكر أثعالبي، ثم لما ذكر فيما بعد ذكر بطريقة لا تليق بمقامه، والآن يحاول أن يجرد من عنوانه الإسلامي، هذا هو الإسلام، دين إصلاح ودين فكر ودين تغيير، ويقدم كأي مفكر إصلاحي ليس له هذا العمق الدين وعمق الهوية كخزان من خزانات المجتمعات. بارك الله فيكم وشكرا. نشكر الأستاذ سليم الحكيمي من تونس، والآن جاء دور الدكتور وائل علي محمد السيد من جامعة عين شمس، ويكون الوقت إن شاء الله 10 دقائق. جزاك الله خير. 5 إن شاء الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فموضوع بحثي المجتمع العراقي في كتاب ليلى المريضة في العراق للأديب الدكتور زكي مبارك. الدكتور زكي مبارك ولد عام 1892 وتوفي عام 1952. حصل على الدكتوراه 3 مرات، ولذلك يلقب بالدكاترة زكي مبارك. سافر إلى السوربون وتحصل على الدكتوراه من هناك. من أشهر كتبه النثر الفني في القرن الرابع الهجري. استدعته وزارة المعارف العراقية بالاسم للتدريس في دار المعلمين العالية عام 1937. ظل يدرس في العراق في بغداد لمدة نحو 9 أشهر. كتب في الشهور 9 5000 صفحة. كان يكتب بمعدل ما يزيد عن 15 ورقة يومياً. بالإضافة إلى تدريسه في دار المعلمين العالية، كان يلقي محاضرات في مدرسة الحقوق، وهذه المحاضرات جعل موضوعها الشريف الرضي، ثم جمعت بعد ذلك في كتاب عبقرية الشريف الرضي. له 4 كتب تختص بالعراق: كتابنا الذي هو موضوع بحثنا ليلى المريضة في العراق، ملامح المجتمع العراقي، وحي بغداد، عبقرية الشريف الرضي. بالنسبة لكتاب ليلى المريضة في العراق، من هي ليلى أو من ليلى؟ إنها اللغة العربية، فهو يزعم أو يدعي أنه جاء ليعالج اللغة العربية في العراق، فسمى الكتاب بهذا الاسم وجعل نفسه الطبيب الذي يداويها، ثم اتخذ من البيت المشهور: يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية، شعارا لكتابه. المحور الثالث في بحثي أتحدث فيه عن صلته بالعراق، وكيف أنه أحب العراق وعشقها، ولذلك أقتطف بعض الكلمات التي قالها في التعبير عن حبه للعراق. يقول: فما ذقت طعم الحياة إلا في العراق، ولا رأيت صدق القلوب إلا في العراق، ولا عرفت جمال النيل إلا بعد أن رأيت لون مائه في دجلة والفرات، وما أسفت على شيء كما أسفت على أن لم يقدر لشاعرنا شوقي أن يزور العراق. أحب أن تسمعوا سجع الحمائم في الموصل، وأن تروا غابات النخيل في البصرة، وأن تعانوا السحر في بابل، وأن تستصبحوا بظلام الليل في بغداد. يقول عن أصدقائه العراقيين: هل عرفت معنى الصداقة السليمة قبل أن أعرف العراق؟
لقد أحببت أولئك الناس وأحبوني، فلي فيهم أصدقاؤهم هم الغاية في الوفاء، وسأبقى ما بقي من حياتي وأنا إليهم مشتاق مشتاق. أنا في الواقع تلميذ بغداد قبل أن أكون تلميذ القاهرة أو باريس. أنا ابن بغداد، أنا ابن العراق. الحمد لله الذي كتب أن أكون موصول العهد بأهل العراق. الحمد لله الذي جعل لي مقام صدق في البلاد التي رفعت لواء الحضارة الإسلامية. أنا ابن بغداد، أنا ابن العراق. أنا أخ صادق لأبناء دجلة وأبناء الفرات. أنا الصب المشغوف بالبلاد التي عرفت بكاء الحمائم وظلام الليالي ونور القلوب. من يرغب في الاستزادة من هذا الموضوع يتجه أو يقرأ في كتاب الأستاذ عبد الرزاق الهلالي بعنوان زكي مبارك في العراق، فقد أفاض في هذا التفصيل. المحور الذي بعده من بحثي أتحدث فيه عن أعلام ورموز المجتمع العراقي الذين قابلهم زكي مبارك، وذكرت حوالي 10. كل عالم من هؤلاء الأعلام أعرف به، ثم أذكر صلة زكي مبارك به وما قاله عنه. سوف أذكر الأسماء جملة وأختص واحدا فقط بالحديث. السيد محمد رضا الشبيبي، السيد طه الراوي، السيد مولود مخلص، الشاعر عبد الرحمن البناء، الشيخ محمد علي اليعقوبي، السيد نوري السعيد، السيد تحسين علي، الأستاذ محمد بهجة الأثري إلى آخره. هؤلاء 8 من الأسماء التي ذكرتها في البحث، وهو تكلم عن كل واحد منهم كلاما رائعا. يعني عندما تكلم عن الشبيبي قال: رجل ذو عمامة وهو من كبار الشعراء، وهو شاعر سليم الذوق، وهو أديب صار وزيرا للمعارف. الرجل العظيم حقا وصدقا، الرجل الذي شرفني بحضور أول محاضرة ألقيتها على الجمهور في كلية الحقوق، الرجل الذي اتسع صدره لكل ما نشرته في جرائد القاهرة وبغداد، الرجل الذي انشرح صدره حين رآني أتكلم في المؤتمر الطبي باسم العراق. وقال عن السيد تحسين علي حاكم البصرة: السيد تحسين علي ملك في صورة إنسان، هو تحفة من الأريحية العربية جاد بها الله على الوجود. السيد تحسين علي هو الشاهد على أن شعراء العرب لم يكونوا في مدائحهم من الكاذبين، وبفضل السيد تحسين علي عرفت من البصرة في يومين ما لا يعرفه غيري في سنين. إلى آخر هذا الكلام. المحور الذي يليه البلاد التي زارها وهو في العراق. انتهز الفرصة وزار عدداً من البلاد الكثيرة والحواضر العراقية المهمة، وكل بلد يذهب إليها يصف الطريق إليها، يصف المشاهد التي يشاهدها، يصف المسجد، المدرسة، العلماء الذين يقابلهم إلى آخره، وأهم الأعلام. ذا زار البصرة، وهو في الطريق إلى البصرة يقول: زرت البصرة لماذا؟ لأنها وطن الجاحظ والمبرد والحسن البصري وإخوان الصفاء. وزار كربلاء والنجف والكوفة والحيرة وكركوك وإربيل، وعندما ذهب إلى إربيل تذكر المبارك بن حمد بن المبارك، وهو ابن المستوفي صاحب كتاب تاريخ إربيل. وعندما ذهب إلى الموصل قال: هذا مسجد النبي يونس، وهو فوق هضبة عالية، وكأنه نوتردام دي لا جارد التي تروع من يدخل مارسيليا أول مرة. وقضى في الموصل 5 أيام، هي أطول مدة قضاها في بلد سوى بغداد. وفي نهاية بحثي أتحدث عن الجوانب الحياتية في العراق: الجانب الاجتماعي، والجانب الثقافي، والجانب السياسي. ومن يرغب في الاطلاع على ذلك فلينظر إلى البحث في الكتاب الذي سوف ينشر إن شاء الله. وشكر لكم، والسلام عليكم. نشكر الدكتور وائل على اختصاره للوقت. والآن جاء دور الباحث الأخير
الدكتور ريبوار عبد الله خطاب شواني من جامعة سوران في أربيل، فليتفضل في 10 دقائق إن شاء الله. طبعا بما أنني مسك الجلسة لذلك أطلب وقتا إضافيا ليفوح المسك فواح. إن شاء الله راح تكون دقيقة إضافية من أجل الوحدة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يطيب لي في هذا المقام أن أقدم شكري وامتناني إلى هيئة علماء المسلمين في العراق لقيامها بتنظيم ورعاية هذا المؤتمر المبارك، ولحسن ضيافتها وحفاوة استقبالها، فجزاهم الله خيرا. عنوان بحثي هو الشيخ عبد الله البيتوشي وجهوده العلمية في الأحساء والبصرة. تعلمون سيادتكم أن في مثل هذه المؤتمرات العلمية لا نستطيع أن نقدم البحث وما جاء فيه بشكل كامل، وإنما نحاول أن نعرض مضمون البحث عرضاً موصوفاً بالإيجاز التزاماً بالوقت المحدد. ولا يخفى عليكم أيها المؤتمرون الكرام أن علماء الكرد خدموا المسلمين خدمة جليلة كمّاً وكيفاً، وأسهموا في الحركة العلمية والفكرية والثقافية إسهاماً كبيراً، فأنجبوا علماء ومفكرين وقادة ومجاهدين وشعراء وأدباء ولغويين وفقهاء وأصوليين وقراء ومفسرين، وآثارهم العلمية دالة على ذلك، ولا تزال نتاجاتهم العلمية والفكرية مرجعاً أصيلاً تدرس في كثير من البلدان والحواضر الإسلامية. ومن هؤلاء النوابغ شيخنا عبد الله البيتوشي، والحديث عن البيتوشي حديث عن قامة وقيمة علمية لما له من جهود مباركة، تأليفاً ونظماً وشرحاً وتعليقاً وتقريضاً وحواشي. وجاء هذا البحث تثميناً لجهوده العلمية المباركة، وإحياءً لسيرته العطرة، وبياناً لما له دور في الحركة العلمية في القرنين الثاني والثالث الهجريين في كردستان وفي البصرة والأحساء. ويسعى هذا البحث إلى جملة من الأهداف، من أبرزها التركيز على جهود البيتوشي العلمية في الأحساء والبصرة تدريساً وتأليفاً ونظماً وشرحاً، كما يهدف إلى بيان دور البيتوشي في الربط بين الحواضر الإسلامية من النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهجان الاستقرائي والوصفي، وقد اقتضت طبيعة الموضوع والمادة العلمية المجمعة لدينا بناء البحث على مبحثين وخاتمة وتوصيات. أما المبحث الأول فيتكون من مطلبين: الأول يتناول سيرة البيتوشي، اسمه ونسبه ولقبه ومولده ووفاته، والثاني يخص شيوخه وتلامذته. والمبحث الثاني يناقش مطلبين أيضاً: الأول يخص تآليفه ومنظوماته وشروحه وحواشيه، وأما الثاني فيركز على جهوده العلمية في الأحساء والبصرة. ثم تأتي الخاتمة لإبراز أهم النتائج والتوصيات مع ثبت للمصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث. اسمه الكامل هو عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الكردي الشافعي البيتوشي، واشتهر بالبيتوشي بكسر الباء وليس بفتحها، كما نص البيتوشي نفسه على هذا في شرحه صرف العناية بقوله: والبيتوشي نسبة إلى بيتوش بواحدة مكسورة فمثنات تحتية ساكنة. وأما ولادته فهناك اختلاف دار بين العلماء والمؤرخين، ونحن نميل إلى رأي الشيخ القاضي والمفسر محمد خال الذي يرى أنه ولد بين سنتي 1130 و 1140، وفي وفاته اختلاف أيضا في تاريخ ومكان وفاته.
والأرجح عندنا أنه توفي في البصرة سنة 1111 للهجرة في عمر ناهز 80 عاماً، ودفن في الزبيري بمقبرة الحسن البصري رحمهم الله جميعاً. وقد رثاه تلميذه الشيخ عثمان ابن سند البصري بقصيدة مكونة من 50 بيتاً ونيفة، منها يقول: على مثله يبكي اليراع ودفتر، وتبكي أعاريض عليه وأسطر، تحن المعالي نحوه وهو في الثرى، فبطن الثرى مذ ضمه يفخر، وأبكي له بيض الصفات وغرها، ولو أن دمعي ما أبكيه أحمر، وأندبه في بكرة وعشية، وإني عليه بالبكاء مقصر، وكيف رقادي وهو في اللحد راقد، وكيف بروزي وهو في القبر مضمر. ومن أبرز شيوخه والده الشيخ محمد البيتوشي، وأخوه الشيخ محمود البيتوشي، والعلامة محمد بن الحاج، والعلامة صبغة الله الحيدري، والعلامة عبيد الله ابن صبغة الله الحيدري، والملا محمد الغزائي. أما تلامذته فأبرزهم الشيخ محمد ابن أحمد العمري الموصلي، والشيخ عبد العزيز بن صالح آل موسى، والعلامة عثمان ابن سند البصري العالم والأديب والمؤرخ، أحد أعلام البصرة وكبارها، صاحب كتاب سبائك العزجد وأصفى الموارد والغرر ومطالع السعود، والشيخ ناصر بن سليم النجدي، والشيخ عبد الله بن عثمان النجدي، والشيخ الملا أحمد بن رسول القراوي، والشيخ معروف النودهي، ومن لا يعرف الشيخ معروف فهو اسم على مسمى. وله تأليفات كثيرة في شتى العلوم تتجاوز 50 مؤلفاً، من أهمها تحقيق الإسلام، ومنظومة في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وحديقة السرائر في نظم الكبائر، وطريقة البصائر إلى حديقة السرائر، وكفاية المعاني في حروف المعاني، والأدعية المستطابة في الأدعية المستجابة، والمكفرات والمبشرات، وصرف العناية في كشف الكفاية، والحفاية بتوضيح الكفاية. وله حاشية على البهجة المرضية في شرح الألفية للإمام السيوطي، وحاشية على مجيب الندى إلى شرح قطر الندى للفاكهي، ومنظومة الكافي في علمي العروض والقوافي، ومنظومة في مثلثات الأسماء والأفعال. وله ترجمة لملحمة دانيال من الفارسية إلى العربية، وله شرح لمقصورة ابن دريد، وله شرح الشافية لابن الحاجب الكردي. وأما جهوده العلمية في الأحساء والبصرة فتتمركز في هذه الجوانب الآتية: أولاً في التدريس، فكان البيتوشي رحمه الله بعد وصوله إلى الأحساء بمدة قصيرة ذاعت شهرته، حتى أعجب به حاكم الأحساء عرعر بن دجين، فعينه مدرساً في مدرسة شرعية في بلدة مبرس التابعة للأحساء، واشتغل بالتدريس قرابة أكثر من 10 سنوات. وفي البصرة أيضاً عين مدرساً في مدرسة الرحمانية قرابة 2 سنين، في المدة التي كانت البصرة محتلة من قبل صادق خان الزندي سنة 1189. ومن أهم ما ألفه البيتوشي في الأحساء: أولاً كفاية المعاني في حروف المعاني، والحفاية بتوضيح الكفاية، وصرف العناية بكشف الكفاية، وطريقة البصائر إلى حديقة السرائر، والمكفرات والمبشرات، وشرح الشافية لابن الحاجب. ومن أهم ما ألفه في البصرة حديقة السرائر في نظم الكبائر، ومنظومة في مثلثات الأسماء والأفعال. أما في نظم القصائد الشعرية من غير المنظومات التعليمية، فكان البيتوشي شاعراً بارعاً ذا قريحة شعرية مرهفة، صادقاً فيما يقول، لذلك نجد صوره الشعرية تتسم بالصدق الفني، فكان يختار من المواضيع أنسبها، ومن الألفاظ أجملها، ومن المعاني أدقها، ومن الصور أصدقها، ومن البحور أوفاها، مع أنه كان يأبى أن يلقب بالشاعر، فيقول في أبيات: مع أنني لا أرتضي بالشعر لي لقبا، وإن يكن
وإن يكو كل من حسجدي يأباه لي علمي وآباء الأولى ورث المكارم سيدا عن سيدي لكن أحيانا أذود بنظمه عن خاطري هم الزمان الأنكدي. أقل من دقيقة شيخنا. نعم. وفي الأحصاء والبصرة نظم أشعارا وقصائد كثيرة جدا في موضوعات المديح والرثاء والغربة والعتاب وغيرها من الموضوعات الشعرية. ومن أشهر هذه القصائد قصيدة اشتهرت بالقصيدة العراقية يقول فيها: إني أحن إلى العراق ولم أكن لا من رصافته ولا من كرخه لكن في بغداد لي من قربه أشهى إلي من الشباب وشرخه. ومن أبرز النتائج التي توصل البحث إليها سعى البيتوشي سعيا جادا إلى إنشاء صلات وعلاقات علمية بين الحواضر الإسلامية وبهذا استطاع الربط بين كردستان والبصرة والأحساء من النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية. وكل ذلك يؤكد على تأثير علماء العراق عامة وعلماء كردستان خاصة في غيرها من الحواضر الإسلامية الأخرى. ثانيا كان للبيتوشي دورا مهما في فتح قنوات التعاون والإرشاد والإفتاء بين الحواضر الإسلامية مما نتج عنه تقريب بين المذاهب الفقهية وبالتالي أدى إلى ترسيخ مبادئ التعايش والاحترام بين أتباع المذاهب الفقهية المختلفة. التوصيات: أولاً أدعو الباحثين وطلاب الدراسات العليا بتناول تأليفاته ومخطوطاته دراسة وتحقيقاً، وثانياً انعقاد مؤتمر خاص بجهوده العلمية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الآن جاء دور مداخلات السادة الحضور، ونطلب من أستاذنا الدكتور عبد الملك السعدي أن يكون صاحب المداخلة الأولى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، أنا جئت لأجل أن أستمع منكم لا لأجل أن أتكلم، لأن التمر لا ينقل إلى هجر، كلكم علماء فاضل، ولكن ما دام طلبت مني أن أتحدث فتحدث بما يفتح الله لي في هذا المقام. أولا أنا أشكر لكم هذا الحضور وهذا التشجيع لهذه الهيئة الكريمة التي أسست على التقوى إن شاء الله، والتي ثبتت على الحق ولم تزغ عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أبرز مؤسسيها رحمة الله عليه الدكتور الشيخ حارث الضاري، وبهذه المناسبة نترحم عليه ونقرأ له سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يكرم الإحسان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. لا شك أن الأفكار والحركات الإسلامية هي معاني تتجسد في الأشخاص، وإلا لو تبقى بدون أشخاص لما أفاد منها العالم. هذه الهيئة نرجو الله سبحانه وتعالى لها الدوام والثبات على الحق. وبالنسبة للشيخ حارث، هو أنا أعتز به كثيرا لأني درسته في المدرسة العاصفية في الفلوجة، وكان يمتاز عن غيره بامتيازات عديدة، منها الرزانة، ومنها الدقة، ومنها الذكاء المفرط. كنا نسمع أن الإمام الشافعي
من عندما يريد أن يقرأ يغطي هذه الصفحة وانظر في هذه الصفحة ليحفظها بالنظر حتى لا نظره يسرق من الصفحة الثانية. وكنا نستغرب هل يوجد هكذا؟ وإذا بهذه الحالة تتجسد في شخصية الشيخ حارث رحمه الله، فكان يحضر للدروس ويقرأ، وندرس في جمع جوامع في مونة اللبيب، يترك الكتاب هناك ويأتي يقرأ لي النص حتى أشرح لي يعني حافظه، ولم يحرك الشفتين بالقراءة. هذا نموذج في هذا العصر. فرحمة الله عليه جمع بين مشيخة العلم ومشيخة القبيلة، فكان رحمه الله حريصا على العلم وكان يحب أهل العلم ويزورهم، ولم يقطع أي شخص ولم يقاطع أي شخص إلا لله سبحانه وتعالى. ونأمل إن شاء الله ونحسن ظننا إن شاء الله، لا نزكي على الله أحد، أن في نجله الخير إن شاء الله والبركة، وأن يجعله خير خلف لخير سلف. إخواني، الحديث عن العلماء طويل جدا، ولكن هذه ما كتب هي لمحة بسيطة عن هؤلاء الأعلام. والإسلام امتاز عن بقية الأديان بأن الله حفظه إلى يوم القيامة، ولا شك أن حفظه من خلال العلماء. وأملي إن شاء الله أن تعود الدراسة الدينية إلى السابق، لأني الآن كلما عملت جولة في بغداد وفي كردستان وفي حتى في الأزهر لم أجد ما نطلبه وما نرغب إليه وما نأمله. الدراسات الحديثة حولت العلم إلى النماذج والدوسيات والملازم، وترك التراث تماما، لم يدرس التراث الإسلامي الشرعي من الكتب القديمة. على كل العلماء اللي رحلوا في هذا العصر هم موسوعيون. الشيخ يضعد الصبح إلى الظهر يدرس النحو وكأنه مختص، يدرس الصرف والبلاغة والمنطق وأصول الحنفي وأصول الشافعي وهكذا، يعني آخر محمد رمضان. وأنا لا زال أؤكد على أن لابد نسعى أن نعيد هذه الدراسة، أن ندرس العلوم على اختلاف أنواعها. أما الاستخفاف بها والتعبير عنها بالكتب الصفراء فإنها الحمد لله تحولت إلى كتب بيضاء الآن بالطباعة، لم تبقى صفراء. ولكن أكو مثل يقول الميناء العنقود يقول هذا حامض، حامض. فأنا أريد من إخواني أهل العلم من لديه أي مادة علمية في 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 فن الفنون بالكتب القديمة أن لا يبخل يجلس في مسجد يدرسها، حتى نرجع إلى وجود علماء موسوعيين، وإلا هذا التراث ترك وأصبح بالرفوف، وعندما نناقش الطالب أخذ النص ووضعه بين علامتي التنصيص وأقول له بالمناقشة اشرح لي النص بيعرف شرحه، إذا نقله ببغاء هو لا يفهم منه شيء. فبارك الله في جهود الهيئة وبارك الله في حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعكم هذا مثمرا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أستاذنا وشيخنا الكبير على هذه النصائح
حقيقة نظراً لضيق الوقت سنكتفي بثلاث مداخلات وتكون في دقيقة واحدة المداخلة إن شاء الله. حسن نيشو. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، وشكراً جزيلاً لشيخنا المفضال سيدي عبد الملك السعدي الذي دعا أن تعود الدراسة للعهد السابق نظرا لقوتها ولأنها أنجبت قيادات قوية. وأذكر شيخ اليمن ابن عمران حين سئل أين تخرجت قال في الجامع وليس في الجامعة وليس ذكرك الأنثى. أمس كانت معظم الأوراق المقدمة في عمل مؤسس عن الأسر والمجامع والمدارس، واليوم لاحظت أن التركيز انصب حول الإفتاء، وأقول الإفتاء مما قد يخفى على كثير من الناس مشتق من الفتوة أي القوة، والفتى يأتي بعد ضعف طفولة وحاجته إلى الأبوين. فأتصور أن المستفتي يكون ضعيفا نحيفا هزيلا ما أن يمد بالفتوى فيتعرف حكم الله في المسألة يصير فتى قويا. فالضعف للجهل والقوة للعلم، والمفتون يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة شهاب الدين القرافي في كتابه الإحكام والفروق. والمفتي هو شارع من وجه، هذه عبارة أبي إسحاق الشاطبي، وهو موقع عن رب العالمين، وهذا عنوان كتاب لابن القيم. الفتاوى والنوازل والمسائل وما لها من علاقة من مصطلحات ذات الصلة والعلاقة، عندنا في المغرب عرفت بالنوازل، والمفتي نسميه النوازلي، والنوازليون كثر، الونشريسي في المعيار، معيار المعرب، والمهدي الوزاني في نوازله، والشريف المهدي، والعلمي أيضا النوازل الصغرى والنوازل الكبرى والنوازل البرزولي. فقامت بعض الدراسات العلمية والأطارح والرسائل لا على دراسة النوازل ومناهجها، وإنما لاحظوا استخراج العلاقات الاجتماعية من خلال كتب النوازل. كتب النوازل هي عبارة عن أسئلة ووقائع تحدو يسأل فيها الفقيه والمؤسسة، مؤسسة الإفتاء، فيجيب. فانطلاقا من الأسئلة نرصد المشاكل وهموم الأمة خلال هذه يعني المرحلة. فهل فيه دراسة تستخلص العلاقات الاجتماعية والظروف السياسية وما إلى ذلك انطلاقا من كتب النوازل والفتاوى في العراق؟ دكتور حسن أطلت يعني ما بقى عندنا شيء من الوقت. ليلى مريضة ما لنا لكنها لم تموت حال كل حال. دكتور عبد الحميد في دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذا التطواف من البصرة والإحساء إلى اسطنبول ثم إلى مصر وتونس. حقيقة ما يحضرني بعلاقة الحواضر الإسلامية هنا شخصية لطيفة وكتاب طريف، هو عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي، وهو ثم الدمشقي،
تدرج في دراسة الشريعة الإسلامية، ثم كان أديبا وشاعرا، ثم أصبح إماما للبحرية في زمن الخلافة العثمانية في زمن السلطان عبد العزيز. السلطان عبد العزيز أرسل سفينتين نحو البصرة، وذهب استأذن الخليفة في هذه الرحلة إلى البصرة، وكان الطريق عبر الرجاء الصالح، رأس الرجاء الصالح، فأخذتهم الرياح إلى البرازيل، وفي البرازيل وجد مسلمين هنالك يحتاجون إلى من يعلمه الدين، فاستأذن أمير الأسطول للرحلة وبقي هنالك لمدة سنتين يعلمهم الإسلام. فانظر إلى هذا التطواف، عراقي بغدادي دمشقي ثم من إسطنبول ثم إلى البرازيل. وفي كتابه هذا كتاب طريف لطيف اسمه مسلية الغريب بكل أمر عجيب، وكتبه بأسلوب أدبي بلاغي جدا رائع، أو معروف باسم ربما المسلمون في البرازيل، فأنصح بقراءته وشكرا جزيلا. تعقيبي حول كلمة الأستاذ الحكيمي فيما يتعلق باستدلال الثعالبي بقول الزيدية ومذهب الزيدية بجواز إمامة المفضول على مع وجود الفاضل، هذه القاعدة صحيحة، وهي عندنا نحن أهل السنة نجيز تقديم إمامة المفضول على مع وجود الفاضل، ولكنها لا تنطبق، المثل الذي جاء به وهي خلافة أبي بكر رضي الله تعالى لا تنطبق على هذه القاعدة، إذ أن أبا بكر رضي الله تعالى وبإجماع الصحابة هو أفضل الصحابة مطلقا، وليس ولم يكن مفضولا في يوم من الأيام، إنما كان فاضلا أفضلا، وثبتت الآثار في ذلك صريحة وصحيحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول كنا نذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر أفضلنا ثم عمر ثم عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا ولا ينكر علينا، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع انعقد عليه. والحقيقة نحن نعاني من هذه المسألة كثيرا، يعني يؤتى بالقاعدة الأصولية صحيحة ولكن المثل الذي يبنى عليه مثل فاسد ولا ينطبق ولا يصح مطلقا، والله تعالى أعلم. شكرا دكتور عبد المنعم. دكتور سليم إذا تحب ترد يعني في دقيقة واحدة إن شاء الله حتى نختم الجلسة إن شاء الله. أنا ما قصدته يعني أنا أردد قول الثعالبي، يعني كيف هو تصورها، يعني هو ذهب إلى الفقه السياسي بحث فيه على ما يجمع ولا يشتت، هذا أولا. شخصية أبو بكر كانت غير خلافية، هذا ما قصده. يعني الشهرستاني يقول في ميامي النحل: ألا ترى أنه لما أراد أبو بكر في مرضه تقليد الأمر لعمر لشدته وصلابته زعق الناس: لقد وليت علينا فضا غليظا، حتى أسكت أبو بكر بقوله: لو سألني ربي لقلت وليت عليهم خيرهم. يعني هنا أتحدث عن ولاية المفضول، ليس المفضول بالمعنى الديني أو الأخلاقي أو التربوي، ولكن بالمعنى السياسي في حماية المسار، لأن أبا بكر يعني شخصية غير خلافية. هو الآن أراد أن يبحث عن مواطن الإجماع، عندما ذهب إلى الفقه السياسي ذهب فيه إلى ما لا يشق الخلاف وما يجمعه. يمكن أن يكون مخطئا، يمكن أن يكون مصيبا. أنا أرى أنه أثنى على الزيدية والسليمانية والإباضية في أنه هذا الجمع الذي وقع فيه هو جمع لتجاوز المشكلة، يعني تجاوز المنطق المسدود إلى حماية المسار برمته، هذا هو ما انتبه إليه. دكتور كاميران أرحمان. سألني بعض الأخوة عن التوصيات، قلت لهم توصياتي الوحيدة هو أن أراكم دائما. إن شاء الله فيكم. نشكر الدكتور سليم. في الختام حقيقة نشكر السادة الباحثين والسادة الحضور